ذكرى عيد الاستقلال 78 شكلت مناسبة للحرس القديم، وضع من خلال لوحة رمزية عند الجسر الأثري لنهر الكلب كعربون وفاء لرئيس الجمهورية العماد ميشيل عون. جاء فيها التالي: في عهد الرئيس عون سجل التاريخ بداية الحرب على الفساد والفاسدين على أمل الجلاء والتحرير. يوم كنا عم نعاني من ظروف اقتصادية، ظروف أصبحت فيها دمعة الأمة بتجف، ووجع المريض ما بيخلص، وتعب المعيل ما بينتهي، والعيش الكريم حرمونا منه. هيدا الشيء سببه إنه مجموعة من الفاسدين اللي حكمت البلد خلال الحرب اللبنانية. هودي الناس بدل ما يكونوا عم يتحاكموا على المجازر والجرائم ضد الإنسانية اللي عملوها بحق الشعب اللبناني، للأسف راحوا عند معلمينهم الكبار وجابوا صف براءة اسمه الطائف، ونظفوا تاريخهم الدموي وتحولوا لكارتلات حكموا فيها البلد ونهبوا ثروات أهله. كارتلات سموها مجلس الإنماء والأعمال، كارتلات سموها وزارة المهجرين، كارتلات سموها مصرف لبنان، وكارتلات سموها منظومة المصاري، وغيرها وغيرها من الكارتلات يلي عملوها عقياسهم يلي هدرت أموال الشعب اللبناني. من بعد نضال طويل بسبيل الحرية والسيادة والاستقلال، الحرس القديم مدرك أنه معركة التحرر من الفساد أصعب. من هون تشديد على خوضه عبر القضاء من أجل المحاسبة وصولاً للاسترداد. الأجيال بتمرق، رح نضل حاملين هيدي الأمانة، نضل نحافظ على استقلالنا وسيادتنا، وأكثر من هيك على الوفاء لقائد مسيرتنا العماد ميشيل عون، يلي اليوم بعصف جمهوري عم يعمل معارك طاحنة كمان من أجل بناء دولة لكافح الفساد والفاسدين. نحن على عهد تقليل رح نضل أوفي لهيدي الرسالة ولهيدي المدرسة، نحن فخورين بهذا الانتماء. الرئيس المؤسس كان عطوني إلنا أن تحرير الأرض أول من تحرير النفوس من التبعية من الاستغلال من الفساد. الاستقلال ما بيكون فقط بتحرير الأرض، الاستقلال بيكون بتحرير النفوس، الاستقلال بيكون بمحاربة الفساد، الاستقلال بيكون بتحرير الدولة، الاستقلال بيكون بتحرير القضاء. هذا يلي عم بيقوله الحرس القديم اليوم، وهذا يلي عم بيعمل هاي المعركة يلي عم بيعملها إلى جانب فخامة الرئيس. المسمار اللي انضرب والمسمار اللي انهز لوقت انسحاب جميع الجيوش الأجنبية من لبنان وتحرير لبنان، هذا المسمار الثاني اليوم عم نحطه بنعش الفساد. شعب مثل الشعب اللبناني قادر بمعركة التحرر الكبيرة اللي هي عم تخنقه اليوم بلقمة عيشه بتنقلاته بالاستشفى بكل يومياته، اليوم رح ينحط حد لهذا الموضوع. إن شاء الله هذا الجسر اللي ورانا من هلأ ورايح يكون جسر تلاقي مع اللبنانيين، جسر نتلاقى كلنا سوا كرمال نقدر نعمر هذا البلد. المسيرة مستمرة بالرغم من محاولات تشويه صورة التيار الوطني الحر. ونحن من نحن؟ أيدينا معطرة بالبذل بالبر بالإيفاء بالكرم، جباهنا عاليات عرشها نجم، قلوبنا مقلع الآيات والنعم، ونحن من أعلى في الساحات قبضتنا ووقع خطوتنا حاكى خطى الهمم. تحرك الحرس القديم على الأرض ترافق مع هاشتاج تحت شعار مهما يتجرح بلدنا، تصدر مواقع التواصل الاجتماعي بإشارة واضحة للصمود والنهوض بلبنان مجددا. فالأمل تجسد أيضا بعيون الأجيال الناشئة المشاركة بالنشاط بتأكيد جديد على حب الوطن من الصغر.